بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور مكي المنتشري، استشاري أشعة مخ وأعصاب، مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني الرياض، ورئيس برنامج زمالة أشعة المخ والأعصاب في السعودية. أولا أشكر وأهنئ اللجنة المنظمة على جهودهم التي قاموا بها وعلى نجاح هذا المؤتمر، وأشكر الجهات الداعمة على دعمهم، ونامل أن يتواصل هذا الدعم. وهذا حقيقة أول مؤتمر علمي عالمي في مدينة أبوظبي، وليس غريب على أبوظبي عاصمة الثقافة والعلم والمعرفة. وأشكرهم أيضا أني تشرفت بدعوة أشارك بها في هذا المؤتمر. سأل الله عز وجل عموم النفع والتوفيق للجميع والتقدم والازدهار لهذه الدولة الحبيبة في ظل الحكومة الرشيدة. طبعا الأشعة مجال، طب الأشعة مجال واسع ما بين تشخيصي وعلاجي، فأهمية التشخيص لا تقل عن أهمية العلاج، لأنه إذا عرف السبب استطاع الطبيب أن يعالج. وبالتالي المؤتمرات هذه تزيد من ثقافة الأطباء، تزيد من وعي المواطن أو المريض، تزيد أيضا من التقدم في المجال الطبي والاهتمام وزارة الصحة بهذا النوع من التخصصات، يعني تعرف أهميتها وبالتالي يتم النظر إليها ولا أطباء الأشعة بنظرة تليق بمجهوداتهم التي يقومون بها. طبعا المؤتمر هذا وضع للطبيب بصفة عامة، سواء كان الطبيب الإماراتي أو الطبيب الخليجي، فحسب وقتهم إذا ما استطاع الحضور فهذا طبعا يلحق، يعني راح يستفيد جدا من مثل هذا المؤتمر، من هذا المؤتمر ومثله من المؤتمرات المقننة والمخصصة في هذا المجال. بالنسبة للإخوة اللي ما استطاعوا الحضور، ربما لديهم ظروفهم، نراعي ذلك ونقول حياهم الله في مؤتمرات أخرى. أتشرف بوجودي، هذا أول زيارة لي لأبو ظبي، أول مشاركة في مؤتمر في أبو ظبي، أتشرف بوجودي معكم، وإن شاء الله المؤتمر العام القادم يكون أفضل والحضور أكثر، وأيضا إن شاء الله تكون مشاركتنا أكبر.